بونسوار، تحية لكل يلي عم بيتابعونا، تحية كبيرة طبعا لكل الأشخاص اللي مشتركين بسحب الليلة ليومية 3 4 و 5 لليلة الأربعاء 21 ديسمبر 2016. بعرف إنه كتار عم تحضرونا وكتار عم تشتركوا بلعبة يومية. أنا ليلة اختبرت هيدا الشيء شخصيا وقت اشتركت بالسحب، كان في كتير عجقة على لعبة يومية. بدي أقول لكم جميعا جود لك، وبالبداية بدي رحب بعضو لجنة الرقابة ومندوب وزارة المالية، أهلا وسهلا فيك محمد الحشحادي. حضرتك رح بتراقب سحب الليلة، وفورا رح نبدأ مع سحب يومية 3. شو هن طابات سحب يومية 3 لليلة؟ تاني رقم 2، وظبطت معي أنا، وتالت رقم 1. أرقام يومية 3 لليلة هن 6 2 1. إذا كنتم مختارين هول الأرقام بالدور تقدروا المبلغ يلي دفعته ب 400 مرة، وإذا كنتم مختارين حيّا للمبلغ يلي دفعته تضربوه ب 70 مرة. ننتقل ليومية 4. شو هن أرقام يومية 4 لليلة؟ أرقام يومية 4 لليلة هن 0 7 2، وآخر رقم هو 1. إذا كنتوا مختارين 0 7 2 1 مثل ما هني هلأ هيك على الشاشة يعني بالدور، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 4000 مرة، وإذا كنتوا مختارينهم حيلا أو عشوائيا المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 150 مرة. ننتقل إلى يومية 5. أول رقم بيومية 5 لليلة هو 5، رقم الثاني 3، ثمانية، 0، وآخر رقم لليلة بيومية 5 1. 5 3 8 0 1. إذا كنتوا مختارين هول الأرقام مثل ما هن بالدور بيومية 5 تضربوا المبلغ يلي دفعته ب 40000 مرة، وإذا كنتوا مختارينهم حيلا المبلغ يلي دفعته بتضربوه ب 350 مرة. أستاذ محمد رح نرجع لعندك لحتى تتذكر لو سمحت كل المشاهدين بالأرقام يلي ربحت بسحب الليلة، تفضل. سحبات يومية ليوم الأربعاء 21 كانون أول 2016. الأرقام الرابحة يومية 3 6 2 1، يومية 4 0 7 2 1، ويومية 5 5 3 8 0 1. شكرا لك استاذ محمد، نحن اكيد بنرجع بنشوفك الاسبوع المقبل. بدنا نقول الف مبروك لكل الاشخاص يلي ربحوا معنا لليله. برجع بذكركم مشاهدينا معكم مجال كل يوم انه تكسوا اوراق يوميه لغايه الساعه 6، في معكم مجال انه تدفعوا 500 ليره، 1000 1005 2000 2005 و3000 ليره لحتى تربحوا معنا الالوف والملايين. انا بودعكم، بشوفكم نهار الجمعه، باي باي.
الحقيقة دايماً ثابتة أو الحقيقة ممكن تكون مركبة. يمكن لتلاقي حقيقة معينة، حقيقتك، هويتك، أنت مين، بدك ترجع تركبها شقفة شقفة. بتصير